المحور الرابع، معايير الألعاب التعليمية. لماذا يجب أن نتحدث عن معايير الألعاب التعليمية؟ كمدرب أنت بحاجة إلى الكثير من الوسائل التعليمية والألعاب في جلستك. البعض يشتري هذه الوسائل والبعض يفضل صناعتها في البيت. في كلا الحالتين فأنت بحاجة كمدرب إلى الوقوف لدقائق على معايير هذه الألعاب. أن تكون متصلة بالأهداف التعليمية والتربوية، أي أن تحقق الألعاب والوسائل هدف آني، أي حاضر أو هدف مستقبلي، في تغيير سلوك خاطئ أو في زرع قيم متوافقة ومتناغمة مع بيئة الطفل وثقافته. أن تكون مناسبة للمرحلة العمرية ومستوى النمو العقلي والبدني والاجتماعي. في اللحظة التي يبدأ الطفل باكتشاف العالم الخارجي وحركة العالم الخارجي، نستطيع أن نختار له الألعاب، وهذا ما قصدناه عندما قمنا بتقسيم المستويات حسب الأعمار. وبالتالي يجب أن تكون الألعاب متوافقة مع العمر، كالسمع مثلا عند الأطفال الصغار، فالسمع هو الذي يدركه الطفل أولا. لذا الطفل في سن 4 سنوات للـ5 سنوات يمكن أن نختار له الألعاب المتحركة المدمجة بالألوان والأصوات. ثالثا، أن تخلو من التعقيد والبساطة الشديدين وتنفذ حسب القواعد. وهنا يجب الانتباه إلى الألعاب المقدمة إلى الأطفال دون سن 7 سنوات، وإلى الألعاب المقدمة إلى من هم في سن 8 سنوات وما فوق. فالألعاب في سن 4 سنوات للـ7 سنوات يجب أن تكون بسيطة، يستطيع الطفل من خلالها الوصول إلى نتائج وإنجازات يسعد بها. رابعا، أن تنمي الألعاب استخدام الحواس لدى الأطفال، أي أن تنمي حاسة السمع والبصر وحاسة اللمس، وذلك من خلال تنوع الألعاب والوسائل والانتقال من وسيلة إلى أخرى، بصرية تارة وسمعية تارة وحسية تارة أخرى. أن يستشعر المتعلمين بالاستقلالية والحرية والاعتماد على النفس أثناء اللعب. هنا يكون كلام المدرب قليل وشرحه بسيط ومختصر لفكرة اللعبة أو الوسيلة، ويكون فقط مراقب من بعيد للأطفال. ألا تساعد على عدوانية الطفل وأفراده في النشاط. وهنا يجب على المدرب أن يكون حذرا في انتقاء الوسائل والألعاب في الجلسة وفكرة النشاط، ويبتعد عن الألعاب التي تثير الشجار بين الأطفال أو تزرع بينهم الكراهية. أيضا من معايير الألعاب التعليمية أن تخلو من الأخطار التي تؤذي الطلاب، مثل عدم وجود أجزاء حادة أو بارزة أو قابلة للكسر، التأكد من خلو الألوان التي تستخدم في طلاء الألعاب من مادة الرصاص التي قد يلعقها الطفل أثناء لعبه فتؤدي إلى إصابة بالتسمم. أيضا يجب أن يكون حذر من ألعاب المعجون والتي يمكن أيضا أن تؤدي إلى تسمم الطفل، لذا ينصح بأن يقوم المدرب بعد استخدام المعجون بغسل أيدي الطلاب، أو الطلب من الطلاب بأن يقوموا بغسل أيديه.